دي اخر نوع يا جماعه. الشتاء جامد اهو زي ما انتم شايفينه. الله كريم يا شباب، ربنا يستر علينا جميعا. السلام عليكم يا رجاله، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، اللهم صيبا نافعا يا رب. سوفيا خير. جماعة احنا ان شاء الله في شهر 4 النهاردة 11/4. الناس طبعا عمالة على السوشيال ميديا بتقول لك المناخ متغير. جماعة اللي بيحصل ده طبيعي، المناخ ما اتغيرش ولا حاجة. كل ما في الامر ان احنا ان شاء الله بنودع عوات الشتاء دي، نوة العوة اخر نوة في السنة. واطمنوا يا جماعة ده طبيعي، المناخ اللي هو الدلتا بتمر بيه دوت نتيجة لنوة العوة. النوة دي المفروض ان هي بتيجي كل سنة في نفس الميعاد ده، هو احنا بس نسينا الطبيعة ونسينا اللي كان بيحصل معانا سنوية. كل سنة وانتم طيبين، اللهم صيبا نافعة. دي اخر نوة يا جماعة، الشتاء جامد اهو زي ما انتم شايفينه. الله كريم يا شباب، ربنا يستر علينا جميعا. عندنا في منطقة الدلتا كان الجو دفى شوية، والناس كانت مفكرة ان خلاص فصل الصيف جه وبدأت الناس تصيف وكده، فالناس متفاجئة بالشتاء. تقول بقى ده غير مناخ ومستغربين اللي بيحصل. اللي بيحصل ده يا جماعة طبيعي خالص، اللي بيحصل ده هو ده الطبيعي، عشان بس تبقى انتوا عارفين. والشتاء ده طبيعي وفي ميعاده، احنا في نوة العوض. ويا رب يكون الجميع بخير وكل سنه وانتم طيبين، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا.